على طريقة معلقين كرة القدم المشهورين إلى كل محبي كرة القدم في العالم غدا بكرة النسخة 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر الساعة 4 بالتمام بتوقيت القاهرة الساحرة. حفل كبير هيضم عدد من نجوم العالم، تجهيزات ضخمة أجرتها قطر الحقيقة استعدادا للبطولة الأهم في كرة القدم. في حوالي 32 فرقة أو 32 منتخب عالمي مشارك في هذه البطولة السنة دي. مباراة الافتتاح هتبقى ما بين المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري الساعة 7 مساء بعد انتهاء الحفلة، بعد ساعتين من انتهاء الحفلة أو حفل افتتاح مونديال الدوحة لو حبيت تسميه كده. معانا على التليفون الحقيقة من الدوحة الزميل بلال السيسي رئيس تحرير موقع كل الكورة. أهلا بك بلال. أهلا بك أستاذ يوسف، أهلا بكل مشاهديك ومتابعيك في كل مكان. احكي لنا الأول يعني الاستعدادات، خلاص بقى أصبحنا يعني قاب قوسين أو أدنى من ليلة الافتتاح بكرة بإذن الله، أو عصر الافتتاح هيبقى عصر غد بإذن الله الساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة. إيه اللي بيحصل عندكم دلوقتي في الدوحة؟ حالة من الاستعداد التام في الدوحة، يعني الجميع يقف على قدم واحدة ومن أجل خروج مباراة الافتتاح بشكل عليك باسم الدول العربية ككل. كلنا عارفين أن دي للمرة الأولى في تاريخ المونديال بيقام على أراضي عربية. صحيح. كل شيء هنا متاح، كل شيء هنا مجهز لاحتضان المحفل العالمي بشكل كبير جدا، خاصة في ظل كل الإمكانيات اللي وفرتها قطر من أجل نجاح هذا الحدث، في ظل الحرب الشرسة التي يتعرض لها قطر خلال الأيام الجارية، أو منذ ما تم إعلان إسناد تنظيم كأس العالم لقطر تتعرض قطر للكثير من الانتقادات بسبب إقامة المونديال في 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 بلاده. لكن النهارده جيانو إنفانتينو وما فيش حديث بي 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 يعني يعلو فوق تصريحاته والمؤتمر الصحفي التاريخي على حد القول، يعني اللي هو النهارده شفنا مؤتمر صحفي تاريخي من جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي يعني فتح النار فيه على الاتحاد الأوروبي والمنتخبات الأوروبية في ظل هجوم بعض المنتخبات على قطر وعلى إقامة المونديال في قطر. لكن كل شيء هنا متاح، كل الإمكانيات متاحة، يعني ننتظر انطلاق الحفل في الرابعة بتوقيت القاهرة غدا بأمر الله إن شاء الله، في حضور كوكبة من نجوم الكرة العالمية وحضور مجموعة كبيرة جدا من الشخصيات البارزة سواء في مجال السياسة أو الفن. يعني قطر هتقدم حفل يليق باسم الوطن العربي ككل. كل اللي يعني الملعب بكرة بإذن الله إن شاء الله ممتلئ عن آخره، ما فيش حاجة ناقصة يا أستاذ مقالي، يعني كل شيء جاهز وكل شيء متاح بالنسبه لنا. كان ينقصنا الشيء الوحيد ان مصر تبقى موجوده في المونديال. يعني النهارده كان في دار حديث ما بيني او حوار ما بيني وما بين ياسر مدحه للرئيس الاتحاد السعودي لكره القدم، واللي اكد فيها استاذ يوسف ان يعني ان بيفتقدوا مصر كثيرا في هذا المحفل العالمي، لكن تبقى مصر حاضره في مثل هذه الاحداث بفضل ابنائها اللي بيشرفونا في كل مكان. يعني الاتحاد الدولي اعتمد على اولادنا سواء استاذ او زمايلنا استاذ مصطفى مطوي واستاذ محمد ثابت في اداره ملف الاعلام في البطوله. كمان بتم اسناد رئاسه ملعب خليفه لاستاذ خالد نصار، ودي يعني دي حاجه مهمه جدا، يعني ان انت تبقى انت مجموعه من يعني الاسماء المصريه البارزه موجوده في هذا الحدث العالمي وليها دور كبير جدا في اداره الملف ده، ان دول بيدل على قيمه مصر الكبيره اللي موجوده في العالم ككل. المصريين دائما حاضرين في كافه المحافل الدوليه على اي مستوى منها الرياضي. هل كل الوفود او كل المنتخبات وصلت بالفعل الى قطر، ولا لا زالت بعض المنتخبات لم تصل بعد؟ لا زالت بعض المنتخبات لم تصل، لكن خلاص يعني كلها ساعات وكل الوفود ال 32 تكتمل الوصول. منذ يعني دقائق قليله وصل المنتخب البرازيلي بيضم كوكبه طبعا من نجومه، وقبلها المنتخب الكاميروني وصل النهارده. لكن خلاص كل شيء جاهز وكل شيء يتبقى فقط حفل الافتتاح باذن الله اللي مترقب متابعته بكره ازيد من 5 مليار او 6 مليار نسمه على مستوى العالم. كلنا عارفين ان الكره هي اللي بتوحد الشعوب، يعني ودي رساله مهمه جدا. تشكر قطر جدا على كل حاجه هي عاملاها. يعني النهارده بنشوف واحنا بنتجول في شوارع الجوحه كده يعني انبهار كبير جدا من
من الجماهير القادمه من مختلف انحاء العالم من اجل متابعه ومسانده منتخبات بلدها، بتشوف بتعرف على الثقافه العربيه والثقافه الاسلاميه، وده شيء مهم جدا اللي احنا كمان بنحافظ على التراث العربي وعاداتنا وتقاليدنا زي ما احنا هما بيطلبوا مننا اللي احنا بنروح في اي مكان بنحافظ على عاداتهم وتقاليدهم، احنا كمان الناس لازم تحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. وكان دي رساله كانت بتحاول قطر اللي توصلها لكل العالم ونجحت فيها بشكل كبير جدا، وكمان بتحظى بدعم كبير جدا من رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو السوسي النهارده، اللي بنقول كان مؤتمر صحفي تاريخي، ومن خلاله كمان علق على فكره انه عدم بيع الخمور في الملاعب، وقال ان مش ده مش في البلاد العربيه بس، لا كمان في بلاد اوروبيه بتمنع تداول وتناول الخمور في ملاعبها. يعني صحيح، يعني في دول ومنها بريطانيا منعت تداول الخمور داخل الملاعب وفي داخل المدرجات او ما بين المدرجات حتى لا يفقد البعض صوابه يعني اثناء التشجيع فيتحمس اكتر مما ينبغي ويؤدي الى اضرار. طيب سؤال برضو كمان صديقي العزيز، هل لدينا اسماء لابرز الساسة والفنانين والشخصيات العالمية اللي حجزوا مقاعدهم لمشاهدة المونديال؟ يمكن في تكتم كبير جدا على الاسماء، لكن احنا قدرنا برضو من خلال معلوماتنا اللي احنا نتوصل لبعض الاسماء على الاقل في المجال الرياضي. طبعا كلنا عارفين ان مونديال قطر ليه سفراء كتير جدا على مستوى العالم، سواء من نجوم الكره العالميه او ابرز نجوم الفن. النهارده وصل مريم فارس، كانت اول من حضر النهارده لمشاركه في فعاليات كاس العالم، من خلال الفنانين كان النهارده في منطقه الميكس زون بتاعت او الفان زون بتاع الجماهير، وكان النهارده في حفل غنائي كبير جدا لمريم فارس، يعني اللي هي كانت انقذت موقف بشكل كبير بعد انسحاب شاكيرا. كلنا عرفنا ان شاكيرا انسحبت من حفل الافتتاح المقرر ليه غدا بتوقيت الرابعه عصرا بتوقيت القاهره والخامسه بتوقيت الدوحه بامر الله، واللي بعدها بساعتين باذن الله يتم انطلاق حفل او انطلاق المباراه الافتتاحيه لكاس العالم اللي بتضم المنتخب القطري والمنتخب الاقدوري. يمكن دي المره الاولى اللي هشارك فيها المنتخب القطري في فعاليه كاس العالم، كل التوفيق لهم بامر الله ان شاء الله في هذه المباراه الهامه. يمكن مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، ديفيد بيكهام هيبقى موجود، ساموليتو هيبقى موجود، حاج ديوف هيبقى موجود، شوفيرنالز بنسبه كبيره هيبقى موجود، في مجموعه سفراء كبار جدا قطر متعاقده معهم عشان يكون هم السفراء لكاس العالم 2022 اللي هو مش كاس العالم بالنسبه لقطر بس، لا هو كاس العالم كل العرب يعني. طيب الجماهير بقى يعني اللي وصلوا بيشجعوا ازاي؟ بيعملوا ايه؟ احكي لي ما تسيبنيش كده. يعني تبقى الجماهير امريكا اللاتينيه هي صاحبه البهجه في شوارع الدوحه يعني. طبعا هم لهم طابع خاص كده، سواء الجماهير البرازيليه او الجماهير الارجنتينيه او جماهير الاكوادور، ففي عاملين حاله من الـ من الـ من, الـ من الاحتفالات داخل شوارع الدوحه، يعني ناس مستمتعه جدا بالجو. الجو هنا اكثر من رائع عكس فتره الصيف، يعني كان قرار صائب للغايه بتاجيل فتره كاس العالم واقامها في شهر نوفمبر بدلا من ما انا المعتاد واقامها في الصيف، عشان خاطر الناس تقدر تستمتع بالاجواء اللي موجوده في الدوحه وتقدر تستمتع بالامكانيات اللي بتوفرها قطر عشان خاطر نجاح المونديال. طبعا الجماهير الافريقيه، جماهير غانا مثلا بتتحرك بالموسيقى الافريقيه اللي معروفه في المدرجات بتاعتنا واللي احنا اعتدنا عليها، لكن الجماهير الاوروبيه او الجماهير العربيه عموما لما بتشوف الموسيقى الافريقيه بتتفاعل بشكل كبير جدا على طول على طول بشكل على طول، تحس ان انت ايقاعات افريقيا لا تعلو عليها ايقاعات وبهجة امريكا يعني اللاتينيه لا تعلو عليها بهجه بصراحه. ففي يعني حاله كده من المنافسه الجماهيريه في شوارع الدوحه عكس المنافسه داخل الملعب كمان يعني، لكن لسه يبقى تواجد الجماهير الاوروبيه قليل بعض الشيء، لكن هم فضلوا او اغلب الجماهير الاوروبيه فضلت التواجد في دبي من اجل الاستمتاع بروعه طبعا وجمال دبي. كلنا عارفين طبعا ان انت لو انت معاك بطاقه حياه كمشجع فبيحق ليك ان انت بتخش دبي وبتخش كمان السعوديه، وكمان مصر فتحت ابوابها لاستقبال الجماهير ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ومن تقدر تروح تحضر الماتشات في قطر من خلال رحلات اليوم الواحد يعني. طب والله اهلا وسهلا بالكل، في النهايه خالص هو وطن عربي واحد، وبالتالي نجاح اي بلد عربي ونجاح اي مدينه عربيه هيحسب للكل مما لا شك فيه، وكلنا ساعتها هنهنأ بيه وكلنا نفخر بيه يعني. بالتاكيد ده اللي احنا بنأكد عليه، ان ده مش مونديال قطر لوحدها، لا ده مونديال كل العرب، واحنا كل داعمين كل الدعم لنجاح هذا المونديال، خاصه في ظل الحملات اللي بيتعرض لها المونديال العربي عشان خاطر دي المره الاولى اللي بيقام فيها المونديال على
بلد عربية وبلد إسلامية، إحنا مش طالبين أي حاجة من الناس غير اللي هم يحترموا تقاليدنا ويحترموا عاداتنا، اللي هي المفروض اللي هم بيطالبونا بده لما بنروح بلادهم، بيطالبونا اللي إحنا نحترم عاداتهم وتقاليدهم. فبالتالي إحنا كمان بنطالب أي زائر أو أي مشجع قادم إلى مشاهدة ومتابعة كأس العالم اللي هو يحترم عاداتنا ويحترم تقاليدنا، في ظل أن كل الإمكانيات متاحة ليك عشان أجل الاستمتاع. أنت جاي من أجل متابعة مباراة كرة قدم أو من أجل متابعة الحدث الأبرز في كرة القدم اللي بيقوم كل 4 سنوات، فبالتالي عليك الالتزام تماما بعاداتنا وتقاليدنا زي ما احنا كمان بنلتزم بعاداتكم وتقاليدكم لما بنكون في بلادكم يعني. باذن الله باذن الله. انا عايز اشكرك جدا 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 زميل عزيز بلال السيسي رئيس تحرير موقع كل الكوره، يحدثنا او كان يحدثنا من الدوحه. يبقى احنا كلها ساعات، وباذن الله بكره الساعه 4 العصر بتوقيت القاهره الساحره هنتابع الاحتفال من الدوحه باول مونديال عربي زي ما بيتقال كده، او اول مره المونديال يتعمل في عاصمه وفي دوله عربيه. كل التوفيق للجميع.